هناك مقاطعة لانتخابات مجلس المحافظات، ربما بالأمس حركة امتداد، قبلها ائتلاف الوطنية، علاوة بطبيعة الحال على التيار الصدري. هناك من تساءل أين المنافسة في هذه الانتخابات، وهناك أصلا من يشكك بنجاح هذه الانتخابات إذا غاب عنها التيار الصدري. بالتأكيد يعني أنا ما أخفيك، غياب التيار الصدري يمثل عثرة كبيرة في استمرارية الانتخابات، في استمرارية منافستها، لذتها، نوعها، وهذا الشيء صحيح وحقيقي. ولكن بعض القوى المنسحبة الأخرى قد تكون ليس لديها تأثير في الشارع العراقي من انسحابه وعدم انسحابه. أؤكد لك، الساحة لا تنتظر من ينسحب، الساحة تنتظر من ينافس. وحتى المواطن ينتظر من قادة سياسيين يدخلون الميدان وينافسون الآخرين ويحصلون على مقاعد ويتم من بعدها ثم قيادة المشهد. نحن نعتقد الجميع أن يكون لديهم العزم والإرادة والقوة على المنافسة والأخذ بزمام الأمور وإنقاذ بلدنا بطريقة أو بأخرى من هذا التكوين غير صحيح.